أول شيء أقول لي منو تحس دعمك ووصلك لهاي المرحلة؟ تصويت الجمهور ولا الأهل أكثر شيء ولا؟ الأهل وخاصة وجه تحية لوالدي العزيز الفنان والمايسترو والعميد الدكتور مبارك نجم متواجد معنا طبعاً هو مع الجمهور حياك الله في الفرصة وخاصة بعد من أعضاء لجنة التحكيم ما قصروا ووصلوني إلى هالمرحلة ما قصروا وكل من خلال هالمسابقة قدرت اتشجعت وايد وحصلت نصائح من الفنانين فاستفدت وايد اكيد وما ننسى نشكر الجمهور اللي دعمك على وقفته هذه واكيد ما بيدعمك الا اذا كانت عندك صدق الموهبه صحيح شكرا صحيح. لك نسير حتى نتعرف على اراء طبعا لجنه التحكيم نبتدي مع الخبير اكيد والمختص بهالسوالف ملحننا خالد ناصر تفضل عازف متمكن يعني هاي عرفنا على شيء جديد حتى في العود وفعلا مفروض ياخذ فرصته يعني هاي موهبه حقيقيه صراحه نعم تستاهل مبروك لك اول صوت بدايه خير يعني عندك تكنيك عالي وبعدين حتى الحروف يقولها بطريقه جدا صحيحه والجليسات ماله حلوه وطلوع ونزول يعني شيء ممتاز صراحه ننتقل لوين هو انت شو انت الله مرعب مش ممكن شو هالثقة شو هالتكنيك ولا غلطة عن جد ولا غلطة صراحة يعني أنا بعد العرض الأول توقعت إنه المستوى لازم يكون أعلى من العرض الأول الجماعة بي إتش آر اللي مشيناهم بس أنت رفعت المستوى كتير عالي صراحة و بدي أقول لا صراحة ممكن أي واحد يعزف بس أنت طلعت شخصيتك بعزفك صراحة برافو عليك أنيقتنا فنانتنا لا ماما عيسى والله يعني برافو عليك وصلة حلوة وجمل جميلة وتقنية حلوة والبدلة البيضة جميلة عليك حتى أكل منك حتى اليوم وهذا الشبل من ذاك الأسد يعني ما يبنى شيء من عندنا واستمتعنا معه العود عند عدنان خلاص انا اعترف عند عدنان وصلنا بيسوي لك عاد مسرحيه ولا دراسه ما شي بيسوي عدنان عاد العين ضيوفنا اللي منورين برنامجنا شو رايكم في هالعزف الممتع الله يسلمك ويطول عمرك بوجودكم فناننا القدير هذا الملحن الكبير خالد ناصر فنان القدير الصراحه هدى
والاستاذ الكبير وين شو ما شاء الله عليه وين هو الله يوفقك ان شاء الله. انا نفسي موزه، ايش رايك؟ شو رايك؟ استمتعتي في العزف؟ حبيتي ما حبيتي؟ ما شاء الله عليه، يعني فنان فنان، وفن كل الفن الخليجي يطلع من البحرين، يكفي انه بحريني. الله الله ما شاء الله. طيب سالت العين حبيبي، في احنا فنانين المرحوم الله يرحمه موزه سعيد طلعت من البحرين، عندنا اكثر الفنانين طلعوا من البحرين، يعني الخليج كله خير كل وبركه بعد، والبحرين والامارات كلها واحد، نحن نسب ما بيننا. عيسى حد قبل عطاك يعني لقب؟ لا. ممكن اتشرف والله جد واعطيك انا لقب؟ سم عمرك اول شيء عيسى. 16 سنه. نعم. ابى اسميك وحش العود. لا جد جمهورنا يستاهل ولا ما يستاهل انه يكون وحش العود؟ يعني ما شاء الله 16 سنة، أنت لما تكبر فعلا بتكون وحش العود. فيعطيك العافية.